في وقت تخطى فيه عدد الوفيات في العالم جراء فيروس كورونا 21,000، وفي ظل غياب اللقاح وعدم التوصل إلى علاج يضع حداً للوباء، يكثر الحديث عن دواء يشكل حلاً محتملاً وسط الكثير من الجدل، الكلوروكين. دواء شائع الاستخدام منذ خمسينيات القرن العشرين، يصفه الأطباء للعلاج والوقاية من داء الملاريا، لكن ما علاقته بالكوفيد-19؟ أظهرت دراسة سريرية فرنسية فعالية الدواء على حالات مشخصة بفيروس كورونا. الدراسة شملت 26 حالة أخضعت على مدار 6 أيام لبروتوكول علاجي يعتمد على مادة مشتقة من الكلوروكين مع استخدام مضاد حيوي. الدواء قلل من تكاثر إفرازات الفيروس في الجسم لدى المرضى، لتؤكد الدراسة ما أسفرت عنه تجربة اختبار المادة في الصين على 135 مصاباً بالفيروس. أظهرت أن وضع المصابين لم يتدهور بعد تناول الدواء، نتائج وصفت بالواعدة، إلا أنها تعرضت للنقد لعدم توفر دراسات علمية معمقة، إلى جانب وجود أعراض جانبية خطيرة على القلب وشبكية العين، خاصة في حال تناول الدواء دون رقابة طبية دقيقة. المجتمع العلمي حذر أيضاً من شعور الثقة الزائفة بوجود علاج محتمل، ما قد يؤدي إلى التهاون في اتخاذ تدابير الوقاية من فيروس كورونا.